السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بقى كلمتك قال ابن ابو ياسين كابتن. اقول النهارده طبعا تعالوا بص على مشمشه كده قطاطه طبعا هنا والدها بس عيالها لسه صغيرين ما ينفعش يتباعوا. دول طبعا عيال مشمشه كبروا وهم مشمشه مطلع عيالك بره ليه مشمش. طبعا اللاجي ده طلع بره من هنا مش عارف. طلعت الدول قطعوا طبعا قطعهم قطعهم جوه يلا جوه. خبي نفسك عشان محدش نام. تعالى عايز اطلع الرضاع عيالك تعالى. طب انا عارف انتوا عايزين تطلعوا لامكم وهما هيات. تعالوا بقى تشوف دكر ولا بتاعي كل اللي ما شفناهم وقلنا لكم. كده هما مفيش تاني كده يا جماعه. انت كده اقعد على عيالك الرضعين ولا اقعد عليه؟ عايز امي بس مش عايزك انت. تعالي هنا تعالي عيالك عايزين يرضعوا مني. ارضع يلا ارضع يلا ارضع يلا ارضع يا حبيبي ارضع يلا. طبعا يا جماعة اللبن جاي على عيالها بالظبط. حاجة من عند ربنا، ربنا هو اللي بعت لها على عيالها بالظبط. هو كده مش هي وماما هي اللي تكبر العيال، ربنا هو اللي تكبر عيالها. ربنا عايز أي حاجة وتوفي ووفي لها يا جماعة. بس مع الشر بعد الشر يعني على الكلاب يعني. يا جماعة أنا حافظ الكلاب من صغري. أنا صغير يا جماعة أقول لكم على حاجة، صغير كنت بربط الدبدوب وجرجره زي الكلاب. بس ربنا عطانا بقى وعملنا مزرعة هناك، وبعدين عملنا مزرعة هنا وجبنا كلاب أكتر وياما وياما واشترينا طبعا. ربنا عطانا فلوس عشان يا عالم ربنا عطانا فلوس ليه؟ عشان يعملوا مزرعه يا جماعه. عشان كنت احب الكلاب خالص، كنت اول بابا جاب الكلاب كنت مش متخيل بابا جاب الكلاب ليه. حبيت وانا اللي كنت اشتري سمر ده انواع محمد طبعا. كنت يعني كنت شدته كده وكده والكلب اشتغل، ولما كبر بقى شرس خالص. وحد لما حد يعمل له كده بس الكلب يشيك كده طبعا يا جماعه. كنا جايبين كل الكلاب من صغرها وكبر. اول كلبة جبناها دهب بس كنا حاطينها عند العربية، حد خدها بالليل معرفوش من دي. عشان كنا حاطينها في فيران دهب دي كانت الشفار لما كانت يجروا وراها لما تجيبه وخلاص وتطلع وماشي تموته بسنانها وبترجع تاني وتسيبه. كان بابا قول كنا نفتحوا الباب السطح كان لها فار دهب كانت عارفة هو نازلة عشان ايه. دهب كانت نازلة يشوف فار بعينها الاتنين. كنا ولا شومة ولا اي حاجة. ده وقت ما يمسكوا الشومة عشان موتوا الفراق. الرجاء يقفل الفيديو. تعالى بقى رجعوا وجربوا مكانهم. عيال الجول شبعهم لبن بقى عايزين مسكين لسه بقى احطها لكم جوه. كنت الرضا من ده في واحد طبعا مش هتزعلوه عايز امه عشان يرضى. فكرنا ان لا بقى بيرضى يا جماعه. بصوا يا عيالك طمني على عيالك. كنت في حد طمنش على عيالك؟ باي باي. واتساب الشكاية كلها في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.